زين آخر ميثود اللي عندنا هو clear. clear شنو قال لي؟ قال لي remove all the element of the array list and make it empty. زين على طار ال empty في شغلة زين في ال remove لازم نحط بالنا، لأن مثلا خلنا نقول ان انا بس عندي ما عندي data اصلا نهائيا زين، وسويت remove حق index 0 ما طلع لي ايرور زين، فمفترض شنو احط لي if statement. زين فاخلي if statement خاصة في هال في هال array في هال method. زين بياخذ الاندكس لان ذاك اوريدي بيعطيه فولت فاوكي عادي، اما هني ما في. فشنو بنسوي؟ هني بنكتب if is empty شنو المفترض يعطيني؟ return null انه فاضي عشان ذاك يفهم انه اوه ترى فاضي ما في الليست ما في شيء. زين فالحين اذا شغلت الليست زين ففي حال مثلا ما عندنا خلينا نقول هل if statement مو موجود. زين شغلنا البرنامج زين اعطاني null قال لي ما في شيء عشان تمسحها اصلا، فبنحط له if statement زين، ولكن ما دام هاي موجود يغطي يعني عن ال empty بنحطه، لان الباكجات بعد تتطور مع الوقت، الاكسبشن هاي صار وايد متطور مع الوقت يطورون فيهم، من كذي كل فترة جافا ثانية تنزل. يعني يوم بديت اعتقد اشتغل عليهم كان جافا 8، الحين وصلت 13، شوف الفرق. فنسبة حق هالإيرور خلنا نروح حق الميثود مالنا آخر واحد اللي هو clear. شلون بيكون؟ بيكون طبعا void لأن شنو ما بيرجع شيء، ما دام قاعد يمسح كل شيء ما داعي يرجع شيء. زين بنسمي clear ما بيستلم شيء بعد في القوس لأنه ما له داعي. زين شلون بنسوي clear؟ أسهل طريقة نحط له if for loop ويمشي عليهم كلهم، فنقول له for integer i equal 0 i size i plus plus. زين فشنو بيصير؟ the data i equal null. هل في هالنقطة خلصنا الميثود؟ وخلصنا من الديتا كامل صفرت، ولكن في نقطة أخيرة ان اذا الديتا صفرت مفترض السايز يساوي صفر. خلنا نشوف، خلنا نرجع الديتا. زين هالديتا موجودة وهني خلنا نسوي clear. ما في index انه ما يقبل يكون في system.out. زين فشنو بنخلي الكلير بروحه هاي. زين بنحط هني سيمي كولوم كذي عشان بس نعرف ان هني صار كلير، ان نوعية void هاي فما يحتاج. زين صار كلير او تدرون وش اللي يساوي زين كان في data
سوينا له كلير. شوف الحين ما في داتا كامل. راح خلينا نشوف السايز الحين. قبل ما نسوي له كلير اوقف. شوف السايز كان 3، سوينا كلير صار 0. زين هاي المفترض اللي يصير. وكذي احنا خلصنا الكلير. في شغلة كنت بس بقول لكم، ممكن بعضكم اذا بيشيك بالكمبايلر يطلع له ايرور. سبت شنو؟ ان انواع، شو هني انا هني ما حددت شنو ابغي. يعني الاريليس مالتي مشكلة، ممكن تكون سترينج دبل، فهاي بيسوي لي مشكلة ويا السايزنج. فعلشان ما يطلع لي ايرور، زين بخلي كود انه شنو، انه يبند لي الايرور. في يمكن بعضكم يجرب ويطلع له ايرور، اذا ما جرب وما طلع لك اوكي، اما اذا طلع له مفترض يخلي الوارنينج. زين في وين؟ في الكونستراكتور، فوق الكونستراكتور يخلي الوارنينج. زين علشان اسمه ما يطلع له ايرور. لو نروح حق الكتاب، شوفون هني allocate store for any array with type object reference then and then casting this array object to type E. نفس اللي سوينا هني. So that is the type compatible with the variable the data. Because the actual type corresponding to E is not known, يعني غير معرف، ما يندرى شنو بيكون الهاي. The compiler issues the warning message kwArrayList.java use unchecked or unsafe operation. زين هاي لأن ليش؟ إذا شيء مو معرف ايش كثر بياخذ من الميموري ممكن يسبب كراش، فدائما يحاسبون انه ما يسوي كراش. ولكن شنو قال هني؟ قال don't be considered about this warning everything is fine. زين انه بس هاي عشان اذا صار عندك ايرور تحط هالكود بس، تمام. فهاي نسبه حق هالوارنينج. ونشوفكم في الاسئله.